السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كركم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتمنى تشاركوا في القناة فضلا وليس امرا. هالنهار درت معكم فيديو جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا راني عدلت الدجاج ديالي، بغيت نبدا واحد المشروع صغير ان شاء الله ديال الدجاج البلدي. وصوبت لهم هاد البلاصة، عدلت لها، درت لهم الشبكة من الفوق ودرت الشباك من الجناب باش ما يخرجوش الدجاج برا. درت لهم هاد البلاصه كبيره فين يتشمشوا، يخرجوا برا يتشمشوا. بلاصه كبيره كانت لقهم هنايا يتشمشوا. كما كتشوف درت لهم الشبكه من الفوق باش ما يدخلوش عندي القطوط، كيبغيو ياكلوا لي هذاك كتاكيت ديالي الصغار. ودرت لهم كاع الشبكه باش ما يدخلوش عندي الحيوانات هنايا. وكنطلق هنايا الدجاج ديالي. هيا هاد البلاصه فين كيباتوا، ولا ما كنخرجهمش مع الصبح، كنوكلهم كنخليهم داخل حتى كتخرج الشمس عاد كنخرجهم. كما كتشوفوا راه عندي باقي عندي غير 12 ديال الدجاجات. وعندي غير واحد الديك. يلا بغيت نبدا يعني هذا المشروع الدجاج، يعني مشروع صغير. نبداو شويه بشويه ان شاء الله حتى يكبر. وهذه نتاع فلال الصغار هنايا، عدلت لهم هاد البلاصه فين يباتوا. دابا راني خرجتهم يتشمشوا، حطوهم برا. ها هما فين كيتشمشوا. دابا راني غادي هادو غادي نكبرهم ونعزلهم، وغادي نخليو الدجاجات بوحدهم نربيهم بوحدهم باش نخليهم البيض باش يبيضوا لي. ها هما فين كيتشمشوا، حيت الشمس مزيانه ليهم مزيانه للدجاج. وحتى هاد البلاصه فيها الطراب مزيان ليهم. وكما كتشوفوا ها هي البلاصة، صبت لهم بلاصه كبيره. ومع العشيه كندخلهم يباتوا لداخل باش ما يبردوش في الليل. درنا لهم هاد العمود حيت البارح كان البرد بزاف.
وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. هنا عدلت لهم فين يبيضوا، باقي ما ست لهمش عاد فين غادي يبيضوا، حيت كل نهار كنعدل واحد البلاصه. عندي هاد البلاصه كبيره، خصنا كل نهار ندفو لهم. هادو عتوك باقي ما هادي بقي ما كتبيضش، مازال ما بداتش تبيض، بصح راها على حال تبيض، ما بقى لها والو. كما كتشوفوا ها هو الدجاج ديالي كيتشمس، راني كنت شريت شي دجاج، شي 8 ديال الدجاجات ديال في يومي، هيا واحد جوج هما جاو. دابا راهم يكبروا، ها هما جاو الدجاجات، هادو اللي شريتهم صغار، راهم دابا راهم يكبروا. كما كتشوفوا راني كنشارك معكم شنو كندير. دابا ساليت لهم البلاصه فين غادي يتشمشوا، يا غادي دابا غادي نخليكم، مع السلامه.